نتكلم مع بعض على حاجة تانية اللي هي الشيت تري. عشان نعمل شيت تري هنفتح فايل جديد عشان اوريك هنعمل ايه بالظبط. ده فايل جديد بلانك خالص، هنيجي نرسم دايرة صغيرة كده لونها اصفر، وهاجي مثلا عند 40 هقول له انسرت بلينكي فريم. بلينك يعني ما فيش جواه حاجه، يعني فاضي. اوكي، هو دلوقتي من اول واحد لحد 39 هو في دايره صفر، عند 40 هو فاضي. تمام، لو انا جيت هنا ورسمت شيب تاني، الشيب ده هيبقى بدل ما هو دايره هيبقى مربع واكبر في الحجم كده شويه ومن غير ستروك. رحت على فريم اللي قبله اصفر دايره، هنا دايره تانيه. طيب هغير برضو اللون اوكي. هاجي هنا وهاجي على الجزء اللي تحت هنا باي فين. تمام، هقول له شيب تري. زي ما انت شايف ان هو غير ال 39 فريم دول، خلى لون اللاير نفسها اخضر فاتح كده شويه، وهنا عندنا سهم، السهم راس وديل زي ما انت شايف، وهنا الجزء اللي اتغير. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ ان هو بيعمل كده، ان هو هيخلي لي الشيب يعمل لها مورفينج وفي الاخر يوصلها للشكل النهائي. زي ما انت شايف ان المورفينج بيتم في حاجتين، الشيب والكالر. طيب هريموف التوين او هريموف الشيب تين. تمام، وهرجع للشيب الرئيسي بتاعتي، هغير لونها شويه عشان التغيير مش واضح قوي بالنسبه لك في الكالر، فاخلي مثلا الكحلي الغامق ده هنا كله شيب بين كده. يبقى احنا هنغير زي ما انت شايف اهو، اللون بيتعدل لحد ما يبتدي يبقى فاتح جدا ويبقى شكل تاني خالص. الشيب بين حاله بسيطه جدا من الـ الانيميشن. مشكلته ان هو لازم يبقى مرتبط بالتايم لاين، يعني لازم يبقى فيه ديوريشن، لازم يبقى فيه وقت بيعدي. يعني انا دلوقتي بعمل 40 فريم باخد 3 ثواني و3 من 10. لو انا عايز التايم يبقى اكتر من كده شويه هضطر ان انا اعمل كده. طبعا دي غلطه، كليك دراج. تمام، انا هنا هوصله لحد 100 كده، يبقى انا بتكلم في 8 ثواني. يعني انا لو محتاج ان انا اعمل انيميشن طوله مثلا 3 دقايق هضطر ان انا اعمل 3000 فريم تقريبا، حاجه زي كده. فا الشيب تويننج ممكن تعمل بيه حاجه صغيره. تاني حاجه، الشيب تويننج ما ينفعش يتعامل غير مع شيب. احنا اتفقنا قبل كده ان في اي دروينج احنا بنرسمه بيبقى شيب، يا اوبجكت يا شيب. في حاجه تانيه في الفلاش اسمها موفي كليب، اسمها سيمبل. الموفي كليب والسيمبلز ما ينفعش يتعمل لهم شيب تويننج، خليك فاكر دي كويس لان دي حاجه مهمه. تعالوا نعمل بابوليت للموفي بتاعنا، شوف ايه اللي هيحصل. اوكي، جميلة. طيب لو احنا عايزين الشيب ده كمان يتحرك، طيب هريموف التوين وهاجي على الشيب الأخير اللي هو هنا. تمام، اللي هو المربع الأخضر الفاتح ده، وأجيبه هنا. تمام، يبقى أنا هنا الجزء اللي قبله أنا عندي دايرة كحلي، وهنا عندي مربع اخضر. طيب لو عملت شيب توين كده اوكي، لو عملت شيب توين نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. بص، هو عمال بيغير الشيب. تمام، من هنا اهو
كل ما التايم بيزيد كل ما الشكل بتاعه ما بيتعدل، كل ما الكالر بتاعه ما بيتعدل عشان يوصل للنقطة النهائية بتاعته. زي ما اتفقنا قبل كده احنا عندنا layers، يعني احنا ممكن نعمل حاجات كتير تلعب على كذا layer. وزي ما اتفقنا ال shape tuning معمول عشان الحاجات السهلة او البسيطة مش عشان الحاجات الضخمة. نكمل مع shape tuning الدرس الجاي.